بسم الله. لو احنا عايزين نحط صورة على الشكل دوت، اجي هنا في انسيرت اقول له ديسل، اختار الصورة سيلكت ايمج، اختار اي صورة وليكن مثلا سلاحف النينجا، تمام، وابدا اختار الوجه اللي انا عايز احط عليه الصورة وليكن مثلا الصورة هيت. ممكن بقى ابدا اتحكم في المساحة بتاعتها، السكيل بتاعها مثلا 2 2